بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عليك أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار. وكانوا للصنم ساجدين كانوا للصنم ساجدين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. دي ناس صالحين محولهمش للأصنام غير الضالين. سواع ويعوق أو نصرى دي ناس صالحين محولهمش للأصنام غير الضالين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. سنين بتفوت ونوح راح يبني في سفنته ويدعي للهدى والنور. فضل يدعي لرب وفاضي الماء من التنور. سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين بعلم ودين. وكان المرسى عالجودي ونوح قال للحياة عودي. وآخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نور. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين.
ماذا يريد هؤلاء من رجل يقول ربي الله؟ ماذا يريد هؤلاء من نبي يدعو إلى التوحيد ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟ لك الله يا نوح، أنت ومن اتبعك من المؤمنين. عليكم أن تنصحوا أزواجكم بالبعد عن نوح يا صلب. نحن مع أزواجنا حتى آخر لحظة في عمرنا. ماذا تريدين يا والهة بعد أن اتهمت زوجك بالجنون؟ هو بالفعل رجل مجنون، ترك دين الآباء. أرسله رب العالمين بالحق وأرشدنا إليه. لن تعود يا صلب، لا تنصحي من أغلق الله قلبها. لن أعود، بل أنتم من ستركعون أمامنا تنتظرون العفو. لن يحدث هذا أبداً، وإن غداً لناظره قريب. هيا هيا بنا سرجي لنبحث عنها مرة أخرى. ابحث عنهم في كل مكان، ابحث عنهم في كل مكان على وجه الأرض. في كل مكان يا سرجي. دع السرجي وشأنه، أنا من سيبحث عنها، فلقد وعدني أبوها السرجي هذا بالزواج بها إذا عثرت عليها. لماذا تقول ذلك؟ لأنني أنا أحق بها من أي أحد، فمن في مثل جمالها أولى بها شاب مثلها. ابحث معنا لنعيدها من يد هؤلاء المفسدين، ابحث معنا. سأحاول جاهدا أن أعثر عليها بأي طريقة. علينا أن نضاعف مجهودنا حتى نصل إلى مبتغانا. إذن علينا أن نعمل ليل نهار. أيتها الآلهة، لقد اشتد خوفي على ولدي، فأعيدوه إلي، وسأبذل كل جهدي في القضاء على نوح وأتباعه. أعدك أيتها الآلهة، سأقضي على نوح وأتباعه. وماذا لو كان ابنك من أتباعه يا قويسة؟ ظلوم؟ عليك أن تتخلصي من ولدك الذي اتبع نوحا. ولدي؟ أتخلص من ولدي الوحيد؟ كيف تقول ذلك يا ظلوم؟ بهذا المنطق تغلب نوح عليكم. إنه لمنطق غريب، وبهذا المنطق تغلب نوح عليكم. لا، يمكنني أن أتخلص من نوح، لكن ولدي لا. لقد جمعنا كمية كبيرة من الأخشاب، ولكن كيف يمكن لنا أن نخبئ هذه الكمية الكبيرة؟ سنقوم بإخفائها في مكان آمن. لابد لنا أن نتحرك في اتجاه القرية.
أخشى أن يعترضنا أحد في الطريق. لا نأمن ذلك، ولكن سنقوم بتدبير أمرنا. نعم، من الممكن أن نخرج في ظلام الليل. نعم، سنفعل ذلك. شائك، كادوا أن يقتربوا منا يا شائك. لا تخف. ولكن ماذا سنفعل إذا عثروا علينا؟ لا تقلق يا طغورة، سوف أتعامل معهم. ما هذا؟ ماذا ستفعل؟ سأدافع عني وعنكم. من هذا الذي طعنني بهذا الخنجر؟ هيا بنا نجري بعيدا، هيا هيا هيا. لم يأتوا بالأخشاب بعد. اصبر يا سام، لقد اقترب الوعد الحق. عانى أبي كثيرا من قومه. إن نصر الله قريب. انظري من هناك. من هؤلاء القوم؟ الحمد لله، الحمد لله، لقد عادوا بالأخشاب. الحمد لله رب العالمين. هيا لنحمل عنهم، هيا. سوف تبنى السفينة، هيا هيا. أحسنتم صنعاً، جزاكم الله خيراً. تعبنا كثيراً وتعرضت حياتنا للخطر. علينا أن نخفي هذه الأخشاب وأن نقوم ببناء السفينة ليلاً. نعم، حتى لا يرانا أحد. هل تبقى الكثير على إتمام بناء السفينة؟ سنعمل جاهدين على إتمام بنائها. هيا هيا، لنأخذ بعضاً من الأخشاب ونذهب بها إلى السفينة. هذه الأخشاب الكثيرة بالتأكيد هي لبناء السفينة. إذن هم بالقرب من هذا المكان. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله. فيا لهم من عصاه، لا يدركون أن بينهم نبياً من أنبياء الله. سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل. فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل، وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان، ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح. لقد اشتد البلاء على نبي الله نوح عليه السلام، وما زال هؤلاء العصاة يحاربون نوحا وأتباعه. ألا يعلم هؤلاء أن الله متم نوره ولو كره الكافرون؟ واقترب الوعد الحق، واقتربت لحظة الحسم يا نبي الله، فلا تعبأ بما يمقرون. سوف نظل هنا حتى ينصرفوا. علينا أن نستعد لمعركة أكبر عند رجوعنا إلى القرية. نعم، سنقوم ببناء السفينة مهما حدث. لا تخافي يا هوزاء، فنحن معك. هوزاء، سوف نعود وننتصر. أجل، سوف ننتصر. إني ألتمس لك العذر، فهو أبوك، فلا تحزني. لا تحزني يا هوزاء.
لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله. أيام وننتهي من المهمة. يا لها من مشاعر جميلة أن يكتمل هذا البناء ونحن معا. ترى ما الذي سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله، ونحن نمتثل لأمر الله. نوح عليه السلام ذاق عذابا مع هؤلاء العصاة لمئات السنين. نعم، وصبر على هذا البلاء واحتسب. يا مهدي، ائتني بهذه الأخشاب. يجب ألا يعلم أحد من أهل القرية أننا رجعنا، خصوصا أبي، حتى ننتهي من البناء كاملا. ولن يعرف أحد هذا. هيا هيا ارفعوا هذه الأخشاب. هيا. أنت يا سام ابن نبي الله وتعلم أن الله ناصره. ماذا لو علم أبي بمكاني؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ سوف يقتلنا جميعا. يا إلهي أغثنا، أنت القوي ونحن الضعفاء. يا رب العالمين. شائك، مهدي، قوموا جميعا، هيا هيا بنا. ماذا هناك؟ أسمع حركة بالخارج. فليهدأ الجميع، لا أحد بالخارج. لقد سمعت أصواتا بالخارج فخفت. لا تخافي يا هوزاء، هيا نامي. أخيرا وجدتك يا هوزاء. كنعان.